ادي الجنيه المصري، الجنيه المصري اللي كان في الضياع، كان الجنيه ده مش موجود 2013. بلومبرج قالت لك في 2013 والارقام اللي قدام حضرتك 2013 انخفاض قيمه الجنيه بشكل حاد، انه واحد من اسوأ 10 عملات اداء على مستوى العالم. بلومبرج قالت لحضرتك في 2013 احنا من اسوأ 10 عملات على مستوى العالم. 2014 الدولار كان ب 7 جنيه و 18 قرشا، سبتمبر 2015 الجنيه مبالغ فيه، بلومبرج بتقول، فاينانشال تايمز بتقول عودة السوق السوداء، رجعت السوق السوداء في 2015، كانت موجودة اهو في 2015 فعلا. ولما تولى السيد طارق عامر في نوفمبر 16 بدأ، لما خدت الإجراءات وحاربت وقفلت السوق السوداء في الفترة دي، ما هو حصل تغيير هنا في البنك المركزي، لقيادة البنك المركزي في الوقت ده، لما وصلت لهذه الأرقام اللي قدامك اهو، قدامك اهو، قدامك الأرقام بتقول لك اهو، 13 بقى ايه، 14 بقى ايه، 15 بقى ايه، رحت المعدلات الصعبة اللي قدامك اهو. طيب رحنا بعد كده نوفمبر 16 اللي هو التحرير، تحرير سعر الصرف اهو، ما حصل 3 نوفمبر، وصل الدولار الجنيه امام الدولار 18 جنيه 38 قرشا. يناير 2020 بلومبرج قالت لك الجنيه المصري ضمن افضل عملات العالم اداء، مش احنا اللي بنقول، دي وكاله الاقتصاديه الاولى في العالم، بلومبرج. بلومبرج ديت الوكاله اللي حد بيتكلم على اقتصاد، بيتكلم على استثمار، بيتكلم على اوضاع اقتصاديه، يتكلم على هذه الوكاله. فالوكاله دي احنا بنتكلم عنها عشان هي الاقتصاديات في العالم تتكلم على هذه الوكاله رقم واحد عندهم. فبلومبرج قالت لك في يناير 2020 الجنيه المصري ضمن افضل عملات العالم اداء، مش انا، مش شهادتي، انا شهاده بلومبرج، لو عايز تحاسبهم هم اللي بيعملوا التقييم ده. طيب في 21 ادي الجنيه بنتكلم على 15.76 قرشا، فبراير الازمه الروسيه، وصلنا في قدامنا اهو، تعالوا نروح ل 31 اغسطس الماضي. 31 اغسطس الماضي نتكلم على كام حضرتك؟ يوم الاربعاء اللي فات، يعني يوم الاربعاء الماضي على طول، 19.26 قرشا. ده مين؟ سعر الدولار، الجنيه امام الدولار. يبقى الدولار الواحد بكام؟ ادي السعر اللي قدامك اهو الرسمي، 19.26 قرشا يوم الاربعاء الماضي. يبقى احنا بنتكلم على على الاداء الخاص بالسياسه تحرير سعر الصرف، لما هل نجحت ولا لا، بقى عندك في نجاح لهذا القرار. ايوه في نجاح وحقق هذا القرار. طيب العملات العالميه قدام الدولار، تعالوا نشوفها، تعالوا نشوف العملات الاجنبيه. ادي العملات الاجنبيه بنشوف في عملات تحسنت وعملات فيها استقرار وعملات تراجعت. ايه العملات اللي هي حصل فيها تراجع؟ احنا الجنيه المصري، القطري، الكويتي، منطقه اليورو بالكامل، 27 دوله مع بريطانيا مع تركيا حصل فيها تراجع للعملات بتاعتها. طيب العملات اللي فيها استقرار، السعوديه، الريال، درهم الاماراتي، عمان، الاردن، البحرين. طيب طيب التحسن، الروسي، الروبل، المكسيك. يبقى عندك عملتين حصل ليهم تحسن، روسيا روبل حصل تحسن، مع المكسيك ايضا حصل عندهم تحسن في العمله بتاعتهم. فاحنا مع مع الكويت، مع قطر، مع منطقه اليورو، بريطانيا، بولندا، الجنيه الاسترليني طبعا امام الدولار، مع تركيا حصل هذا ايضا التراجع، وحصل التراجع للعملات المختلفه. طيب هل الصادرات بتاعتنا في وضع افضل ولا لا؟ هل هو ده الوضع المثالي لنا؟ لا. هل ده اللي احنا عايزينه؟ لا. هل طموحنا؟ لا. ولكن ما الفارق ما بين 13 و14؟ كان صادراتنا اعلى مستوى ليها خلال 26 سنه، قرابه 26 مليار دولار ما بين 13 و14. 13 14، النهارده بنتكلم 21 22 47 مليار دولار بس. ده تضيف عليهم منهم الصادرات البتروليه،
يعني الرقم اللي قدامكم ده عشان بس الرقم يبقى كاشف وتبقى الرسالة واضحة، الرقم ده يشمل صادراتنا من المواد البترولية،